أما هلأ وضمن مساحتنا حنروح لموضوع كتير مهم، وكان بالسنوات السابقة شفنا كتير ليلى مبادرات كانت أهلية محلية مجتمعية لكتير من المؤسسات والجمعيات اللي كانت عم تروح دائما لدعم أسر الشهداء وجرحى الجيش، وكانت دائما الهدف الأساسي هو توفير فرص العمل، إن كان بإقامة كورسات مجانية إن كان بإقامة ورشات دائما كرمال هيك خلينا نقول نرد ولو جزء بسيط موضوع الشهداء وأسر الشهداء. صحيح، وضيفنا لليوم بيعمل بمجال الحلاقة الرجالي وعضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للحلاقة والتزيين، وأيضا عضو باتحاد الحرفيين بمحافظة طرطوس. قام بمبادرة تدريبية مجانية لصالح أسر الشهداء وجرحى الجيش لتأمين فرص العمل لهم. ضيفنا السيد محمود عادل نصر، بدنا نرحب فيك وأهلا وسهلا فيك. مساء صباحك. صباح الخير استاذ محمود. صباحي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ضيفنا اليوم الحمد لله على السلامة، يعني اليوم بقى مثل ما حكينا. أهلا وسهلا بحضرتك، وتشكر جهود كل حدا، كل شخص، كل مواطن سوري اليوم راح لتقديم أي شيء ممكن يدعم أسر الشهداء وجرحى الجيش. خلينا نبلش فورا من فكرة المبادرة وشو كان الهدف منها بشكل عام. أول شيء صباح الخير لكم. أهلا وسهلا. صباح الخير للإخباري السوري، لكل العاملين. المبادرة هي كانت نحن عندنا مركز تدريب حرفي، مركز الهيئة الدولية للتدريب الحرفي، في ناس القدرة المادية لهم ضعيفة، كنا يعني نشوف انه في ناس انه ما عندها قدرة انها تعمل الدورة، تكلفتها يمكن هي شوي بسيطة يعني رمزية. بس كنا نشوف انه كمان هالتكلفة هي كان في ناس عندها، في ناس ما لها قدرة. حاولنا على طول انه نعمل حسم، خصم لذوي الشهداء والجرحى. بعدين طلعنا انه احنا قادرين انه نعمل نحن مبادره حتى نعمل لهم دورات كلها مجانيه، وحتى رد شيء بسيط من الشيء اللي قدموه هن لهالوطن. خلينا نحكي عن المتدربين وعن الكورسات، كيف بتتم وكيف بتكون المعامله معهم؟ كل كورس له مدرب خاص فيه معتمد لدى المركز، كمان متبع لدورة إعداد مدرب ناجح بالمركز. دورات مبتدئين ودورات متقدمين. دورات مبتدئين بتكون شهرين، بتكون دورات احترافية لمدة 4 شهور، بتكون المواد كلها نحن بنقدمها، التدريب بيكون أكاديمي وعملي، تطبيق عملي كلاته. المتدرب بيجي بيشتغل بكل المواد بإيده، بيطبق كل شيء، بينطلق لسوق العمل مباشرة. طيب خلينا نحكي اليوم خلال المبادرة على شو رحتوا للتدريب، الاختصاصات يعني، وذكرت حضرتك انه كل مجال كان فيه مختص هو خلينا نقول المدرب او الكوتش لهدول الاشخاص، شو انه الاختصاصات يعني ميك اب شعر؟ كانت تبعنا هلا نحن 3 دورات حاليا، حلاقة رجالية، حلاقة سيدات مع الشنيون والميك اب. خلال شهرين كان مدة الكورس؟ ايه هلا نحن بلشنا بالمبادرة من حوالي الشهر واعلنا عنها من اسبوع. عم نحكي عن المسابقة، نحن عم نحكي عن مبادرة جديدة، عن المبادرة هي تحديدا جديدة، هي جديدة المبادرة. وحاليا عم نجهز الاسماء وعم نشتغل عليها هلا. طيب والقديمة قد ايه كان عدد الاشخاص اللي استفادوا منها؟ قديمة كانت مو عن طريق اي حدا، كنا نحن نعمل خصوم فقط، ما كانت دورة مجانية كاملة، كنا نعمل خصوم. بعد منا نحن قلنا نحن قادرين نعمل دورة مجانية كاملة. في متابعة بعد انتهاء الكورس يعني ممكن بمشاريع أو أكيد بشغل؟ أكيد أكيد بنتابعه، بنشوف إنه هو أحيانا بيوقف فترة لحتى يجهز صالونه أو لحتى يجهز مشروعه، بيوقف فترة، بهالفترة هي بجوز إنه مثلا ينسى شيء معين هو أخده بالكورس، وعلى أساس نحن بيرجع لعنا أسبوع 10 أيام 5 حصص ما في مشكلة، بياخذ تعليمات جديده، بيرجع بيوثق كل شيء اخذه وبيرجع بيتابع. اليوم بالكورس الجديد خلينا نحكي عن الدعم المادي، اليوم التكلفه عم تكون حساب شخصي او في حدا؟ حساب شخصي كلياتها. حسابك الشخصي؟ حساب شخصي. كان في عندنا دعم معنوي من فرع الحزب بطرطوس ومكتب الشهداء والجرحى بالفرع الحزب تحديدا. طبعا الاخصائيين حيكونوا موجودين بالكورس، هم ايضا متطوعين بهي المبادره. اكيد اكيد هم كمان متطوعين فيها وهن مدربين معتمدين لدى مركزنا. طب بالنسبه للشهاده اللي بتنعطى للمتدرب من اي جهه بتكون هي الشهاده؟ هلا هي شهاده حرفيه دوليه مصدقه من وزاره الصناعه، من اتحاد الحرفيين بطرطوس، من اتحاد الحرفيين العام بدمشق.
ومن المركز تحديدا كمان. طيب كونه ذكرنا وزارة الصناعة اليوم انه هي شهادة معترفية فالمفروض يكون في تسهيلات من الوزارة كرمال اي شخص اليوم تبع هذا الكورس وحصل على الشهادة. في ناس كثير بتروح لموضوع التمويل والقروض، هل اليوم وزارة الصناعة عم تقدم قروض لكل حدا تبع هذا الكورس وحصل على الشهادة؟ هلا الشهادة هي نفسها مو تحديدا انه مثلا من الوزاره نفسها انه في تسهيلات او ما في تسهيلات، بس هي الشهاده نفسها قاعده ان تطلع عليها اي قرض من اي عن طريق عندك بنوك خاصه تمويليه صغيره او بنك الابداع، وفي عندك ما بعرف اذا في شيء عن طريق التجاري او الصناعي او بس بظن عن طريق الصناعي كمان فيه يطلع قرض عليها. بس هي متاحه اليوم القروض يعني بناء على اعطاء هي الشهاده من وزاره أكيد الصناعه. اكيد 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 اكيد. حضرتك حلاق وقدرت انك تتميز يعني بهي المجال وبمنطقتك، شو هي المشاكل اللي بتعانوا منها ابرز المشاكل؟ هلا ما في مهنه ولا فيها صعوبات، في سيئات وايجابيات. صعوبات نحن معنا الصعوبات اللي بينحكى فيها، يعني الحمد لله الايجابيات اكثر من السلبيات بهالقصه هي. صعوبات نحن في عنا يعني تحديدا ما في شيء انه ينحكى فيه. يمكن الموضوع الخدمي اكثر شيء عم يعاني منه اليوم الصالونات، يعني ان كان بالكهرباء موضوع الكهرباء، يعني عم نحاول انه نحن طريقه معينه انه مثلا لدات بطاريات والقصص هي. صار هلا حاجتنا كمان في ماكينات على الشحن كلها، يعني ما بقى استغنينا عن الكهرباء نوعا ما تقريبا 50%. يعني هلا طيب بالحلاقه الرجاليه بيستغنوا عن الكهرباء بس بالنساء اكيد لا ما فيكم. لا مضطرين وقت بنحكي عن التميز اليوم، اي حدا وقت بنشوف عنده شيء متميز اكيد في بصمه اليوم، وحضرتك يعني بطرطوس او بالمنطقه اللي انت موجود فيها معروف اليوم في شيء خاص فيك اليوم، شو اللي ميزك عن باقي الحلاقين الموجودين؟ الرسم على الشعر. خلينا نحكي شوي عنه، يعني شو الرسم على الشعر؟ هي كانت موهبه صغيره، يعني او انه حاولت اني ارسم شيء صغير على راس طفل، بعد فتره حاولت اني ارسم شيء اكبر، قدرت او فكرت اني انا قادر اني ارسم اكثر اكثر اكثر، بعد ما حتى وصلنا اني استطعت اني ارسم وجوه كامله يعني او حاليا يعني اي شيء بيخطر بباله اي زبون يجيب لي صوره برسم له اياها. معناتها في موهبه بالاصل الرسم. الحمد لله. انت رسام قبل ما تكون. حاولت اني انا صراحه اني فرق بين انها هي موهبه او انها هي مهنه لحتى العيش يعني او مكسب للعيش. حاولت اني انقلها من انها تكون هي مكسب شغل بس ماديا لموهبة وحرفة نمية، يعني إذا بدي أقول لك أدوات بسيطة يعني. كيف كان تقبل الناس لإلها؟ يعني مو كتير، يعني في قلت لك حسب العمر اليوم. أي حسب العمر. هلا هي أكثر شيء تقريبا عندك من سن ال 15 لتحت، يعني أطفال بيحبوا هاي ترسمي لهم أشكال كرتونية محببة إلين، ترسمي لهم أشكال هندسية، بيصير في عندهم حافز إنه يرجعوا يجوا مرة ثانية. شو الأدوات اللي بتستخدمها؟ يمكن أدوات بسيطة ما هي ما في قلم، موس، مكنة بس. هلا وقت بنقول رسام يعني في حس إبداعي بالأصل، لازم يعني يكون في شيء ثاني أو مواهب ثانية بتتميز لا بس موضوع الرسم هو موضوع الرسم على الشعر فقط. يعني على الورقه لا ابدا. ايه بس ولكن اليوم يعني انت لا تقدر ترسم. هلا انا تعطيني هاي الورقه والقلم تتركني ثلاث ايام ما بعرف ارسم غير عين. اكيد اذا ما في موهبه او عندك هوايه ثانيه. عم نحكي عن اساسات يعني. الموضوع هو يعني بالشعر انت بتشوفيه غير. طيب وخارج بالبيت اليوم نحن شو عم نشتغل؟ يعني شو هي اكثر شيء بنميل له ان كان بالخشبيات؟ عندك هيك ميول للخشبيات؟ معناتها نحن اليوم عن حدا عم نحكي عن حدا عنده حس مبدع بهدول القصص. الصراحه كل الناس اليوم بتحبها. الصراحه انه اذا شفت شيء ملفت للنظر شوي حتى لو كان عن طريق النت يعني بدي احاول اطبقه يعني شو ما كان، كان رسمي على الشعر او كان شغل بالخشب. مع انه الوقت مو كثير في عندنا وقت فراغ، بس بحاول اني على طول اني استغل هيك لو وقت صغير اني اعمل هالشغله هي وحطها قدامي هيك شوفها على طول بنبسط اني انا عملتها. بالرسم على الشعر نحن بنلاقي شويه صعوبات، يعني كيف بدي اقول لك في عندك احيانا الرسمه بتكون هي الشعر ولها الشفره مفرغين نحن حوالها. في عندك احيانا الرسمه بتتطلب منا انها تكون هي منشالي بالشفره وحوالها الشعر تعطيها ظل. انتبهت علي كيف؟ يعني احيانا في عندك صعوبه بهيك، احيانا الصوره هي مستحيل انها تمشي حالها بالشفره لحالها، يعني انت بدك تشتغليها بالشعر
بعد ما اشتري بالشعر تظللي حوالها تمام؟ تمام. والثانية لا بدك تشتغلي بالشفرة وتظللي حوالها بالشعر بعكس بعضهم. اليوم هي شغلتك يعني وهون الإبداع بيلعب دوره. انبسطنا بوجودك اليوم والحمد لله على السلامة مرة ثانية، وأكيد تحياتنا لكل أهالينا بمحافظة طرطوس. يعني هلا ببلش موسم السياحة، حنكون ضيوفكم قريبا إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم، شرفونا. شكرا أستاذ، شكرا لحضورك. أهلا فيك. شكرا لحضورك معنا، يعطيك ألف عافية.